هذه النشرة برعاية إسي مابلر. بعد استهداف مراكزها مرات عدة، الشرطة تريد تعزيز تواجدها في مالمو. اقتراح جديد يسهل الحصول على إعانات السكن. مساء الخير. قالت الشرطة السويدية إنها تريد تعزيز تواجدها في المنطقة الجنوبية من البلاد في عقب هجمات استهدفت مركزا للشرطة في تلك المدينة مؤخرا، مؤكدة أنها تريد تركيز أولوياتها على زيادة الأمن حول مركزها الجديد في مالمو. أليس من الواضح مشاهدينا فيما إذا كانت مساعي الشرطة تتجه نحو تأمين مركزها الجديد في مالمو فحسب، أو أن ذلك يشمل أيضا المرافق العامة العائدة لها في تلك المدينة؟ وكانت سيارة قد انفجرت خارج مركز للشرطة في مالمو نهاية شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، كما ألقيت عبوات ناسفة فوق السياج وفي موقف للسيارات عند مبنى الشرطة الأسبوع الماضي أيضا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية. اقترح صندوق التأمينات الاجتماعية في بيان صحفي صادر عنه نموذجا جديدا لدعم الإسكان، معتبرا الصياغة الحالية معقدة، حيث يطالب الصندوق العديد من الأشخاص بإرجاع المال إليه بعد فترة معينة من الزمن. ويتضمن مقترح النموذج الجديد احتساب بدل السكن بشكل مباشر على أساس الدخل الذي حصلت عليه العائلة في آخر الشهر، والذي وفقا لصندوق التأمينات الاجتماعية سيمنح تقييمات أكثر دقة. وفي الوقت الحالي فإن ثلث الأشخاص الذين يتقاضون الدعم المالي يطالبون بإرجاع المبلغ إلى الصندوق. وخلال العام 2015 جرى مطالبة 89 ألف عائلة سويدية بإعادة مبالغ بدل الإسكان كانت قد استلمتها، ولكون العديد من تلك العائلات تعيش في وضع اقتصادي ضعيف فإن الكثير منها ينتهي فيها المطاف إلى تجميع الديون وبالأخص العوائل التي لديها الأطفال. طبعا يبلغ مشاهدين مجموع المبالغ التي تطالب بها أو يطالب بها صندوق التأمينات الاجتماعية من إعانات السكن في كل عام أكثر من نصف مليون كرون سويدي. أوقفت الثلوج الكثيفة حركة الملاحة الجوية في مطار أرلندا بالعاصمة ستوكهولم، وتسبب ذلك بحدوث التأخيرات فيما ألغي عدد من الرحلات. ووفقا طبعا لما ذكرته وسائل الإعلام فإن بسبب الثلوج لم يكن بالإمكان استخدام غير مسار واحد فقط لهبوط الطائرات صباح اليوم. وساهم تساقط الثلوج والأمطار المصحوبة بها في جعل الطرق زلقة جدا في العديد من أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تتسبب درجات الحرارة المعتدلة في اليومين المقبلين في تساقط الأمطار الممزوجة بالثلج، وهذا ما يؤدي إلى جعل الطرق زلقة جدا. أيضا حالة الطقس الحالية في البلاد ساهمت في حدوث مشاكل عديدة في حركة السكك الحديدية لا سيما بين أوبسالا والعاصمة ستوكهولم. أعلن الإدعاء العام إغلاق التحقيقات في الإدعاءات المتعلقة بممارسات وتصرفات أعضاء في حركة الشمال النازية خلال مظاهرة لهم على هامش معرض الكتاب الدولي في توبوري العام الماضي، وذلك لعدم توفر الأدلة. وقد قالت المدعية العامة أوليريكا أوبرغ إن إجراءات التحقيق المختلفة التي كانت بغرض التعرف على الأشخاص الذين هاجموا الشرطة خلال المظاهرة وأطلقوا شعارات مناهضة لهم ولبعض السياسيين السويديين توصلت إلى نتيجة مفادها أن التحقق من ذلك غير ممكن، وبالتالي تقرر إغلاق التحقيقات الأولية في القضية. وأشارت المدعية العامة أن المتظاهرين المشتبه بهم كانوا يرتدون نظارات شمسية وقبعات حالت دون إمكانية التعرف عليهم عبر تسجيلات الكاميرات.
لقي خبر تقاضي ممرضة تعمل بالمركز الإشرفي في مستشفى سدرتاليا راتبا شهريا قدره 170 ألف كرون سويدية، وذلك بسبب عملها أوقات إضافية. لقي تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي السويدية وحتى وسائل الإعلام المحلية. وكانت الممرضة قد وضعت نفسها في بعض أوقات العمل رغم وجود عاملات صحيات يعملن في تلك الأوقات، وبلغت عدد الساعات الإضافية التي عملتها الممرضة 400 ساعة في 6 أشهر، فيما يسمح قانون أوقات العمل في السويد بالعمل 200 ساعة إضافية. وقد جرى الكشف عن ذلك بعد فترة وجيزة من قرار الممرضة إنهاء عملها. طبعا من غير الواضح مشاهدين ما إذا كانت الممرضة قد ارتكبت أي جريمة، حيث لم يتم رفع بلاغ إلى الشرطة بهذا الأمر، لكن المستشفى وصفت تصرف الممرضة بالمضر بالثقة وغير المناسب. أخيرا في هذه النشرة، نازلتان في مركز حجز تابع لمصلحة الهجرة السويدية في غرب البلاد استمرتا ببيع الجنس وممارسة الدعارة في مستودع تابع لسجن المصلحة بالرغم من اعتقالهما في الربيع الماضي بذات التهمة وصدور قرار ترحيل بحقهما لمخالفتهما قوانين الإقامة في السويد. وقال مفوض شرطة الحدود في المنطقة الغربية إن الفتتين اللتين تقبعان في مركز الاحتجاز تمهيدا لترحيلهما قامتا ببيع الجنس داخل مستودع في مبنى المركز، وأشار إلى أن موظفين في المركز نفسه أكدوا وقوع حالات بغاء من قبل الفتتين البالغتين من العمر 20 عاما وتحملان الجنسية الروسية. وقد رفض مسؤول مركز الاحتجاز الذي جرت فيه هذه الحالات التعليق على الموضوع وفقا لما أوردته الإذاعة الرابعة في راديو السويد. ماذا في حالة الطقس ليومي الغد؟ نهاية النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية SC Möbler.